أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق. أعلن التحالف العربي أنه نفذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. وأوضح التحالف العربي في بلاغ أن عمليات الاستهداف دمرت 9 آليات عسكرية وقضت على 110 عناصر إرهابية. ويقدم التحالف العربي إسنادا جويا يوميا للعمليات على الأرض في سياق دعمه العسكري لتحييد قدرات وإمكانات الميليشيات الحوثية خاصة في محافظة مأرب. أحرزت القوات المشتركة تقدما جديدا في محور حيس جهة الجراح جنوب الحديدة. ويأتي هذا التقدم بعد ساعات من تعزيز سيطرة القوات المشتركة في مفرق ووادي سقم جهة مقبنة غرب تعز وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية. وفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات نوعية شنت هجوما في قطاع غرب حيس تكلل بتحرير منطقة الرون والتباب والمزارع المحيطة بها. أسفرت حملة أمنية شنتها قوة من الحزام الأمني شمال العاصمة عدن على مسلحين اعتدوا على هناجر ومستودعات عن استشهاد جندي وضبط 2 من المسلحين. وقال بلاغ صادر عن العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني إن 3 مسلحين اعترضوا الحملة الأمنية وتبادلوا إطلاق النار ليسفر عن استشهاد الجندي إبراهيم البدوي، فيما تمكنت قوات الحزام الأمني من ضبط 2 من المسلحين، أحدهم أصيب بتبادل إطلاق النار فيما لاد الثالث بالفرار. تمكن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر من انتزاع 1300 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي. وارتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 5716 لغما ليصل إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 290353 لغما. عقد بمدينة المكلا لقاء تشاوري نظمته لجنة التنسيق النقابية الموحدة بحضرموت. اللقاء الموسع تدارس مختلف الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المحافظة وأكد على شرعية المطالب وضرورة انتزاعها. حضرموت تجمعنا وانتزاع حقوقنا مطلبنا. تحت هذا الشعار عقد اللقاء التشاوري الموسع الذي دعت له لجنة التنسيق النقابية الموحدة بمحافظة حضرموت. في هذا اللقاء تقريبا حضرت كل المكونات السياسية والنقابات، وكان اللقاء بناء بحيث خرج الجميع بمسودة، والمسودة هذه بتتكون من فيها مطالب للتحالف، مطالب للسلطة المحلية، مطالب للحكومة بالرياض. ثرواتنا تذهب جهارا نهارا، ومثل ما قال الشاعر العيس في البيداء يقتلها الظما والماء على ظهورهن محموله، حقنا ولا شيء معنا نحن. نتمنى من السلطة ومن رئاسة الحكومة وعلى راسم رئيس الجمهورية أن يوافق على توظيف المتعاقدين، كون هذا مطلب وحق حقوقي لهم. 50 مكونا من النقابات والقوى السياسية والمدنية والعسكرية شاركوا في هذا اللقاء. مطالب حضرموت وانتزاع حقوقها أبرز الشعارات التي يرفعها المشاركون. الأوضاع المعيشية المتردية في المحافظة حظيت بنقاش مستفيض. هذه المقترحات موضوعة الآن على طاولة هذه الجهات الأربع، إذا أخذ بها كان، إذا لم يؤخذ بها سنلجأ إلى مجموعة من آليات التصعيد وآليات الضغط. طبعا نبدأ بالوقفات، ثم الضراب، ثم العصيان المدني، ثم في حالة أرقى أنه إيقاف المؤسسات الإرادية. المشاركون تدارسوا مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في المحافظة، وأوصوا بإدراج التوصيات والحلول المقترحة ضمن البيان الختامي، بيان من المفترض إصداره خلال اليومين القادمين، ويتوقع أن يتضمن برنامجا تصعيديا مزمنا تشارك فيه مختلف القوى المشاركة في هذا اللقاء. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.
جددت مدينة سيئون في وقفة احتجاجية أمام قصر السلطان الكثيري مطالبة السلطة بتنفيذ كل البنود الواردة في مخرجات لقاء حضرموت العام من دون تأخير. الوقفة الاحتجاجية طالبت أيضا بتمكين النخبة الحضرمية من كل حضرموت ورفض تسعيرة المشتقات النفطية وإيجاد حلول للغلاء المعيشي الجائر في ظل انهيار العملة المحلية، مؤكدة على استمرار التصعيد في حال عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب الحضرمي. جابت مسيرة كرنفالية شارع مدرم بالمعلى بالعاصمة عدن احتفالا بالذكرى 54 لتحرير الجنوب 30 نوفمبر المجيد، وعزفت الفرقة النحاسية الأناشيد الوطنية المصاحبة لرقصات شعبية قدمها طلاب وطالبات رياض الأطفال. شهدت العاصمة عدن مهرجانا كرنفاليا بهيج تحت عنوان كرنفال الطفولة والهوية الجنوبية، والذي نظمته الدائرة الثقافية بالمجلس الانتقالي الجنوبي احتفاء بمناسبة الذكرى 54 لعيد الاستقلال المجيد لثورة 30 من نوفمبر. اليوم احتفلنا في كرنفال للطفولة والهوية الجنوبية بمناسبة 30 من نوفمبر، والذي عكس اليوم مدى اهتمام السلطة والقيادة في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى نشر التوعية والتعريف بحضارة وثقافة الجنوب والهوية الجنوبية، وإن شاء الله بيتواصل معنا اللقاءات مع الشباب والأطفال. الاحتفالية الكرنفالية النوفمبرية شهدت عددا من الفقرات الاحتفالية التي قدمها مجموعة من أطفال المدارس ورياضها بمشاركة الفرقة النحاسية التي طافت شارع مدرم بالمعلى، وعرضت خلال المسيرة مجسمات تجسد ماضي وعراقة الجنوب. اليوم أطفالنا يجسدون مرحلة مهمة من مراحل نضالات الشعب الجنوبي في هذه المجسمات التي أمامكم، يعبر فيها عن إنجازات الشعب الجنوبي في فترة ما بعد الاستقلال الوطني الأول بالمصانع والمؤسسات الجنوبية التي كان مصيرها الخصخصة والنهب والاستحواذ من قبل الاحتلال اليمني الأول. أطفالنا شاركوا روضة الغد بهذه المناسبة فرحين بهذا اليوم السعيد، ونتمنى للوطن الأمن والأمان، ونتمنى للشعب الجنوب الحرية والاستقلال. الموكب حظى بمشاركة النسوة والأطفال الذين رفعوا الأعلام الجنوبية مرددين هتافات ثورية تعبر عن فرحة نيل الحرية والاستقلال الوطني للجنوب. صلاح العاقل، لقناة الغد المشرق، عدن. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. المكلا تشهد إقامة ندوة علمية وتدريبية في مجال أمراض النساء والولادة. أهلا بكم من جديد. تحاول مؤسسة المياه بمحافظة أبين تنظيم عملية استهلاك مياه الشرب، وذلك من خلال تركيب عدادات الاستهلاك للمشتركين والمؤسسات التجارية، إلا أنها تتعرض دائما للسرقة والنهب، مما دفع بإدارة المؤسسة بتحصيل الاشتراكات بطريقة عشوائية. تواجه مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة أبين تحديا صعب في عملية ضبط استهلاك مياه الشرب، حيث تتعرض عدادات المياه بمدن دلتا أبين للسرقة والنهب والاعتداءات المتواصلة من قبل بعض المشتركين. قمنا بتركيب حوالي 7000 عداد منزلي وحوالي 2000 عداد تجاري. تعرضت للأسف هذه العدادات لاعتداءات بسرقة هذه العدادات، وتم إبلاغ كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة. حاليا المتبقي حوالي 4800 مشترك اللي بدون عدادات، يتم احتساب متوسط القرايه لهم. اما بالنسبه للتجاري، كامل التجاري في المحافظه يتم اخذ القرايات بصوره شهريه، ولديهم عدادات من هنش الاربع الى هنش ونص. حاليا نرجو من كافه الاجهزه الامنيه التعاون معنا
في الحفاظ على العدادات الموجودة. عملية استهلاك المياه والتحصيل الشهري بطرق عشوائية تشكل خطرا على مستقبل الموارد المائية بالمحافظة، مما دفع بمؤسسة المياه ومنظمات المجتمع المدني بتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية تجاه هذه الظاهرة ونشر مفهوم الاستخدام الرشيد للمياه. اضطرينا نغير العدادات ونشبكها يعني دارك بدون عداد بسبب المياه اللي تجينا الملوثة يعني بالأتربة وأوساخ سوداء تظهر لنا ولا نقدر على الشرب بها، ولذلك نستخدم الكوثر أكثر أوقاتنا. أهمية تركيب العدادات الجانب مؤسسة المياه هو جانب إيجابي لسببين. أولا المواطن يعرف الكمية اللي تم استهلاكها. السبب الثاني أيضا أن مؤسسة المياه أيضا تعرف الكمية اللي تم صرفها أو استهلاكها لدى المواطن. لذا نطالب المؤسسة بضبط هذا العمل المؤسسي وتركيب العدادات المنازل المواطنين. أهمية تركيب العدادات تكمن في ترشيد استهلاك المياه وتساعد في معرفة حجم الإنتاج والتوزيع، وكما توفر للمؤسسة المعلومات اللازمة والتحري عن فقدان المياه في الشبكة مقارنة بكميات المياه المنتجة والمستهلكة. لقناة الغد المشرق، عثمان عامر، أبين. أقيمت في المكلا الندوة العلمية التدريبية في مجال أمراض النساء والولادة بمشاركة نحو 150 كادرا متخصصا في مجال النساء والولادة وطب الأسرة من ساحل ووادي حضرموت. ويتلقى المشاركون في الندوة التي يقدمها خبير من جمهورية مصر العربية مهارات علمية وعملية على جهازي الدوبلر والسونار. ندوة علمية وتدريبية بالمكلا في مجال أمراض النساء والولادة وتقنية التصوير رباعي الأبعاد. الندوة قدمها خبير مصري استهدفت نحو 150 كادر متخصص في مجال النساء والولادة وطب الأسرة من وادي وساحل حضرموت. هذه تدخل من ضمن برامج التعليم المستمر وبناء القدرات لتشجيعها مكتب صحة والسكان. سوف تضيف لهم معلومات عن كيفية استخدام الفور دي الرباعية الأبعاد تعتبر جديدة وثلاثية الأبعاد، وأيضا تمكينهن من استخدام هذا الجهاز في الحد من مضاعفات لمتابعة الحمل والكشف عن مضاعفات الحمل والكشف المبكر عن مضاعفات الحمل، أيضا كشف تشوهات الخلية للطفل. نحن نظمنا الدورة عشان فيه تقنيات جديدة دخلت معنا مجموعة أجهزة جديدة ذات تقنية عالية، وطبعا التقنية كثير من الأطباء يجهلون استخدامها، فحبينا أن يكون أكثر الدكتور يكون قريب إلى الطبيب نفسه عشان يقوم بعملية التطبيق العملي، أيضا يأخذ فكرة عامة بشكل عام عن التقنية الجديدة اللي موجودة في الأجهزة الجديدة اللي نزلت معنا. الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات هؤلاء في استخدام الموجات فوق الصوتية وقواعد وأساسيات جهازي الدوبلر والسونار، إلى جانب التدريب على التصوير بالأشعة الملونة 4K رباعية الأبعاد. فإحنا النهاردة إن شاء الله أو تكلمنا على جزء معين، ولا زال يوجد جزء آخر بإذن الله هتكلم فيه، وهو الكالر دوبلر أو الدوبلر عموما البيزك ألترا ساوند، زي نتكلم عن أو زي نعرف الألترا ساوند، وبعد كده نتكلم إن شاء الله على 3D و 4D applications في الأوبستاتريك. الدورة بالعكس يعني هي دورة نوعية، لأنه في الغالب ما تلاقي أجهزة 3D وال 4D موجودة في حضرموت بكثرة، يمكن موجودة في كذا عيادة ويمكن العمل عليها قليل حتى عن أخصائيين الأشعة، فإن شاء الله إنه يكون في المستقبل يعني تكثر هذه النوعية من الأجهزة عندنا، بحيث يستفيد المريض أول شيء في التشخيص ويكون العلاج نوعا ما صحيح. هذا الجهاز نوع خاص، أول مرة يتواجد في حضرموت بشكل خاص الجهاز 3D، ويعطي فعالية أكثر دقة لتشخيص حالات النساء والولادة، ولذلك كثير من الطبيبات والأطباء سيستفيدوا منه. مهارات علمية وعملية متعددة تلقاها هؤلاء خلال الندوة. الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية هو الشعار الأبرز للمتدربين، ما يدعوهم إلى بذل مزيد من التدريب والبحث العلمي للوصول لأرقى الخدمات العلاجية.
لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث المكلا. تابعت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على الضوء إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد أوميكرون، وشددت اللجنة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنافذ، وكلفت وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في هذا الجانب. ووجه الدكتور معين عبد الملك باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي تحسبا لأي طارئ، مؤكدا على أهمية توسيع عمليات التطعيم ضد كورونا لجميع شرائح المجتمع. أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال زيادة انتشار المتحور أوميكرون على المستوى العالمي، وطالبت المنظمة الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب. كما حثت الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون والإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية. وأكدت المنظمة أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة. إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اختبارات PCR لا تزال فعالة لناحية الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون. وأشارت منظمة الصحة إلى أن هناك دراسات جارية من أجل قياس مدى فعالية الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض. وقالت المنظمة في بيان إن اختبارات PCR تواصل الكشف عن العدوى بما في ذلك الإصابة بأوميكرون. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.